ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك كمان في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. والفيديو النهارده ريفيو عن يعني فوط صحيه اللي هي الشهريه من شركه فام. مبدئيا الفيديو ده للبنات بس، يعني رجاء بس اللي يحضروه هم البنات، واسفه كمان لو هطول عليكي في الفيديو، بس انا عايزه اشرح لك التجربه اللي انا مريت بيها مع النوعيه دي. انا من فتره، من حوالي كذا شهر كده، يمكن من شهرين ثلاثه، كنت في ازهار الباسل وكنت بتمشى، فلقيت ان ده عرض موجود. ده كان كيس فيه 4 باكيتات من دي، يعني فيه 4 باكيتات من دي، الباكيت الواحد فيه 10، وكانت ب16 ريال. فقلت سعرها كويس، شركه فام انا عارفاها، او فام ما اعرفش بتنطقوها ايه، وجميله وانا مجربه الليليه بتاعتها ممتازه جدا وايه ولا وتمام وحاجبها، وسبتها عندي لاني كان عندي حاجات تانية بجربها، وقلت لما هيجي وقتها هجربها. جاء وقتها وجربتها. الحقيقه انا ما اعرفش ان هي دي شركه فام ذات نفسها، ولا ده مثلا شركه تانية واخده الاسم وهي بتعمل حاجات باسمها، الله اعلم. ولكن كانت تجربه سيئه جدا جدا الحقيقه. ده لاني انا ما قريتش على الكيس ان اول حاجه ان هي بدون الوينجز بتاعتها، اللي هي بدون الاجنحه ما فيهاش. فده اول مشكله واجهتني، ان الثبات بتاعها مش كويس، مش قوي، مش بتثبت معاكي مع الحركه ومع الفرق. لو بتتحركي بتروحي بتيجي بتطلعي بتدي، مش هتحسي بطمانينه وامان، لاني ما فيهاش الوينجز بتاعتها. ده اول هام. تاني هام، مع الحركة برضو بتتقطع من ورا، يعني بتتقطع من ورا مع الحركة والفرق وكده، فمن هنا بتتقطع. فحتى لو انتي باستمرار كل ساعتين، هي اصلا ما بتكملش اوقات الساعتين، يعني قبل الساعتين اصلا كمان بتكون اتقطعت. تالت حاجة، ودي اختيارية، لان في ناس بتحب كده وفي ناس معاكسة. انا ما بحبش السميكة، يعني السمك اللي فيها ده، اللي يبقى كل ده كمية القطن دي فيها دي، لا بحس ان هي عبء، ما بتدينيش احساس بالراحة. انا بحب الالترا، وفي انواع كتيرة جدا انا استخدمتها الترا، امتصاصها عالي جدا وما فيهاش نسبة القطن دي. ده غير ان هي سببت لي مشاكل، عملت لي حساسية معرفش ليه، مع ان دي المفروض قطن يعني، بس عملت لي حساسية. فانا بالنسبة لي كنت غير سعيدة جدا عن التجربة دي. اوكي سعرها رخيص وكل حاجة، بس الحاجات اللي زي دي ما يفضلش ان احنا نسترخص فيها، لان دي ليها علاقة بالصحة. فانا عن نفسي ما كانتش افضل تجربة. هي المفروض ان دي فيها 40 وحدة. دي كانت تجربتي معاها. في ناس بالنسبة لهم عادي ممكن يستخدموها وتكون مريحة بالنسبة لهم، دي اراء وحرية، لكن انا بالنسبة لي ما كانتش افضل اختيار بالنسبة لي، وما اعتقدش ان انا يعني هستخدمها تاني. الحقيقة انا مش عارفة اكملها ولا لا، لان لسه فاضل فيها باكيتين وهي سببت لي حساسية، فانا خايفة ان استخدمها تاني تسبب لي مشاكل. بس بنسبة كبيرة انا مش هستخدمها، فمنصحش اي حد بصراحة ان هو يجربها عشان صحتكم وبس. شكرا ومع السلامة.